طيب برضو خليني أسألك يا أستاذ خيري عن القبض على بعض المشتبه بيهم في أحداث شارع البطل أحمد عبد العزيز في المهندسين، لأنه طبعا منطقة المهندسين شهدت أحداث كانت أحداث مؤسفة الحقيقة، وقت في نفس يوم فض اعتصامي ربعة والنهضة كان في مسلحين مجهولين أطلقوا النار من إحدى العمارات في شارع البطل أحمد عبد العزيز على قوات الجيش اللي كانت متمركزة هناك، ولكن تم القبض على بعض المشتبه بيهم في هذه الأحداث. عندك أي معلومات عن هذا الخبر؟ هو امبارح اللي حصل كان حوالي الساعة 4:30 في مجموعة مسلحة واحد أو أكثر كما قال اللواء كمال الداني مدير أمن الجيزة. هذه المجموعة أطلقت الرصاص اتجاه مدراء الجيش المتمركزة في شارع البطل أحمد عبد العزيز في المهندسين. وقوات الجيش تعاملت معاه وتبادلت معاهم إطلاق الرصاص في الوقت اللي انتقلت فيه قيادات الشرطة من مديرية أمن الجيزة، وقامت بعمل كوردون أمني حول العمارة التي قام المسلحون بإطلاق الرصاص منها. إيه السر يا أستاذ خيري في أنه شارع البطل أحمد عبد العزيز بالذات بيشهد من وقت لآخر أحداث من هذا القبيل؟ يعني زي ما أنا قلت يوم فض الاعتصامين في ربع والنهضة بدأت هذه الأحداث، وامبارح برضو تكررت مرة أخرى. في معقل، في وكر، في إيه بالضبط في الشارع؟ لا، هو الإخوان بعد فض الاعتصام في ميدان النهضة حاولوا بكل السبل إيجاد أماكن بديلة للاعتصام فيها، وكان أول مكان تجمعوا فيه بعد هروبهم من ميدان النهضة كان ميدان مصطفى محمود. وفي الوقت اللي دعوا فيه أنصارهم وتجمعوا هناك بالفعل، ولكن قوات الجيش والشرطة تعاملت معهم وقامت بفضهم وإبعادهم عن المنطقة، واشتركوا يومها مع قوات الجيش بإطلاق الرصاص بشكل كثيف. وأدى ذلك إلى مقتل نحو 9 من الأهالي اللي كانوا موجودين في الاشتباكات مع الإخوان. طيب امبارح اللي حصل طبعا ايه حكاية بقى الشاب اللي طلع من حركة تمرد مش من الإخوان اللي اتقبض عليه؟ هو واحد بس اللي اتقبض عليه، أنا بقول لحضرتك. وده كان بيخضع للتحقيقات امبارح بالليل. تمام. وتم حالته للأمن الوطني للتحقيق معاه على بتهمة إن هو من الإخوان. هو انا يعني لسه التحقيقات ما اثبتتش هل هو من الاخوان او غيره. هو حمله تمرد قالت، طلعت بيان قالت ان الشخص ده اللي هو محمد انور مسعود ده عضو في حركه تمرد لم تكن له اي علاقه من قريب او بعيد بجماعه الاخوان المسلمين. بالفعل، وده اللي اكده امبارح اللي هو كمال الداني مدير امن الجيزه. وقال انه المتهم مشتبه فيه ولم يتم ضبط اي اسلحه ناريه معه، يعني اتمسك وهو كان موجود في العماره بالصدفه، يعني كان جاي بالصدفه. يعني لانه البعض بيطرح سؤال مهم الحقيقه حول دقه عمليات الضبط وتوجيه الاتهام وتصنيف المتهمين. هو الى الان لم يتم توجيه اتهام رسمي ليه، ولكن انا بقول لحضرتك الجهات الامنيه المعنيه زي الامن الوطني بيحقق معاه لمعرفه سبب تواجده، هل هناك علاقه بينه وبين المتهمين اللي اطلقوا الرصاص؟ طيب يبقى احنا كصحفيين اعتقد من واجبنا انه احنا لا نتسرع في تصنيف المتهمين، وحتى ده برضو المفروض عبء برضو يقع على الاجهزه الامنيه انه نقول عناصر الاخوان عناصر الاخوان. خلينا نتريث الى ان تنتهي التحقيقات، على الاقل التحقيقات الاوليه، ونعرف ده اخوان مش اخوان، يمكن يطلع جماعه تكفيريه، جماعه جهاديه، يمكن يطلع 6 ابريل ولا غيره. محتاجين ان احنا ننتظر. بقول ده على سبيل المثال طبعا اسماء القوى دي. ده تمام. انا بقول لحضرتك هو مجرد ما تم القبض على المتهم، وكان كل الفضائيات بتقول اتقبض على 2 أو 3، وكان في ناس بتقول حماس او مش حماس او اخوان او غير اخوان، ولكن المعلومات الدقيقه التي اكدناها في السي بي سي انه تم القبض على واحد وليس متهم قلنا انه مشتبه فيه. تمام. انا بشكرك جدا جدا استاذ خيري حسن رئيس قسم الحوادث بجريده الاخبار على هذه المعلومات.